هل محتاجين هناك فنيا يعني حاجة كده يعني يطلق عليها اللي هو يعني مغامرة، مقامرة، ان انت تعمل مغامرة كده ربع ساعة في الماتش، تعمل ضغط عالي على السنغال، او تحاول او تسيطر على ولا فلنترك لهم الكرة ونقف في مكاننا في محاولة خطف لا الكرة هو بص، مرتدة؟ يعني انت المغامره كنت المفروض النهارده بعد ما جبت الهدف الاولاني كان يبقى عندك معاك حق، مغامره هجوميه حوالي ربع ساعه او 10 دقائق، مفيش حد هتقدر تهاجم او تعمل مغامره مثلا نص ساعه او واحنا شوط عاوزين، بقول لك او على ربع كده. ساعة اه ممكن تخطف كنت جول. ممكن النهارده تعملها في الماتش اللي هنا بعد ما جبت الهدف، لكن هناك مغامره مع المنتخب السنغالي هتبقى صعبه شويه. لكن انا اعمل انظم النواحي التامينيه عندي، اللي هي تامين ايه؟ بتامن نص ملعبك كويس، بتامن الاطراف كويس، عندك حارس مرمى الشناوي عامل ماتش كويس هيبقى يقظ بينبه لعيبته، وفي الاخر عندك ثلاث لعيبه اللي هم قدام دول هم اللي ممكن يكسبوك او يجيبوا مثلا هدف مكسب. تستفاد منهم ازاي؟ استفاد من محمد صلاح، مصطفى محمد في الكرات العرضيه مثلا والراسيات، مرموش او تريزيجيه في المهاره والسرعه، لكن دايما لازم الثلاثه بتوع نص الملعب موجودين، حمدي فتحي، النني، والسوليه. صحيح، لكن مفيش مغامره مع السنغال، ما تغامرش معاهم هناك، لان انت رايح برضو كشادي، انت رايح رايح بهدف وكسبان، فاهم ازاي؟ فلازم اهم حاجه التامين الدفاعي مع استغلال الهجمات المرتده والميزه اللي عند محمد صلاح كمهاره وموهبه، الميزه اللي عند مصطفى محمد، الميزه اللي عند تريزيجيه، عند مرموش، لكن ما تغامرش هناك ابدا في البدايه، ما تغامرش. المغامره دي بتيجي وانت خسران، يعني زي ما هم النهارده هاجموك كتير الشوط الثاني كتير ومسكوا كوره كتير، احنا يعني المفروض كنا نستغل الفتره اللي هم بيجمعوا الشوط الثاني ونعمل هجمات ممكن تجيب جون فيهم تاني، لكن احنا برضو الخوف والقلق خلينا برضو ايه مقفلين نص ملعبنا، وزي ما تقول ايه انا فرحان بالمكسب احنا جالنا فرصة او وحيدة، فرحان بالهدف دوت، الفرصة وده مش الوحيدة، عيب اللي انت تطلع كسبان برضو الفرصة الوحيدة اللي هي فيها بروحين دي، اللي بتاعت ياسر ابراهيم شاطها ردت راحت لتريزي جي فلعبها ضعيفة في دي حاجات البيدي بتبقى يعني. عرضيات او حاجات ثوابت، انا بتكلم الفرص دايما بتبقى اختراقات، تسديد على المرمى، مهارة لعيب، سرعة لعيب بيعدي من واحد، لكن الكرات العرضية والقرارة هي بتعتبر فرص للتسجيل، يعني اللعيبة بتتدرب على مثلا جملة معينة سواء مثلا كورنر أو فاول وبتنفذها، لكن أنا بتكلم إيه؟ إزاي تخترق مثلا الدفاعات؟ إزاي مهارة لعيب يعدي من لعيب صلاح يعدي ويعمل مثلا بالعرض لمصطفى محمد أو مروش أو تريزيجيه؟ هي دي اللي أنا بتكلم فيه، لكن الحاجات العرضيات دي ده بيبقى اللعيبة متدربة عليها، لكن إحنا النهاردة الشوط الثاني لو استغلينا شوية الهجوم بتاع منتخب السنغال ان هو عايز يعوض الهدف كان ممكن ان احنا نكسب، بس برضك نتيجه 1-0 تعتبر جيده جدا مع فرقه كبيره زي السنغال، وعندنا لسه 90 دقيقه ان شاء الله في دكر.